سامحني يا ابني. سامحيني. صباح الخير يا جماعة، والنهاردة يوم سبت، يوم مدرسة، ايلا في المدرسة، الحمد لله بنعرف نصور اخيرا. انت ليه اب جاحد كده؟ جاحد؟ انت جايب حلويات ورايحة تبوظ الدايت. فيديو النهاردة رايحين نفطر سينابون. ده الفطار، ده الفطار بتاعنا، مع ان زوري والله وجعني يعني ايلا عندي برد وكده. ايلا غايبة تعمل ايه؟ تفطر سينابون. تفطر سينابون من غير ايلا قبل ما ايلا تيجي. فاحنا دلوقتي رحنا قدام مول جنب المدرسه بتاعت ايلا، عشان بس بنحوم حوالين المنطقه. بالظبط، موجودين في منطقه حوالين ايلا. فروحنا مول سينابون، دخلنا طلبنا ثلاث حاجات. اول حاجه دي ميلك شيك اوريو بالسينابون، ده فطار صحي جدا. يعني هو طلب اوريو على الصبح. بالظبط، هو مدفون جوه السينابون، فالمفروض يعني السينابون والاوريو. والاوريو جديده يعني، لان اسمه هو إيه؟ اسمه السينابون. اسمه ايه؟ اسمه اوريو ميلك شيك، اوريو سينابون ميلك شيك. فهندوق ونشوف. اوكي، تاني حاجة. دي جبنة، دي مش عارفة اسمها ايه بصراحة، دي اسمها بون بايتس. دي اسمها ايه؟ قطمات. قطمات من سينابون. اوبا اوبا. واو، دي بقى اللي هي السينابون يعني الصغير. ده الدعدع مش انسى. بتاخده تقريبا كده، بصي قاطينه من الناحية دي وفتحينه من هنا، تاخده على بقك على طول. ده مايكرو سينابون. صغير، سينابون صغير خالص. بصوا يا جماعة شكله عامل ازاي، بس هو داخل في الصوص، والصوص داخل فيه كده، والدنيا يعني بايظة خالص. صراحة ده فطار عالمي، ده فطار يبوظ الدنيا. اوكي، تالت حاجة يا جماعة جبناها، بلاش بقى سيبيه في الاخر، دي اكبر حاجه. دي بقى المفاجاه بتاعت النهارده. دي بصوا بقى الشكل، بقى الكراميل سينابون، كراميل بيكن سينابون تقريبا. هو كراميل وبيكن، ده شبه عين الجمل بس مش عين جمل، يعني مش والنت. بس حتى يعني بس طعمها برضو قريب من العين الجمل. بس هي احلى. بقى بصوا رشين عليه دي محشيه جوه حاجه؟ لا، هم بس رشين عليها من فوق كراميل كتير. yeah. وعليها مكسرات. الريحه الصوص إيه؟ اصلا نازل تحت ازاي. خلاص بقى، خلاص بقى، خلاص يعني القعده ده مش عايز يجي ياكل معاك. يلا ندوق بقى. يلا ندوق. اول حاجه ايه؟ مش ناوي تعزمي اي حد على اي حاجه؟ اتفضلوا معانا. اول حاجه هندوقها اللي هي البايتس الصغيره دي. هم اربعه بايتس بس عاملين 6.5. طبعا هو كل حاجه على حسب سعر مكانها، هي قطمه واحده. يلا. والسينابون اللي فيها دافي، يعني هي مش متسخنه قوي، يعني مش سخنه قوي بس دافيه. بس حلو. ندخل بقى نجرب الايه، الميك شيك بتاع. شوف الميك شيك هيبقى ده بتاع سينابون احلى ولا بتاع ماكدونالدز. اوكي، بسم الله. هو عادي خالص يعني، ميلك شيك طبيعي جدا. هو الفرق فيه بس ان هو فيه طعم سينابون بس. حتى الاوريو مش باين فيه يعني، لبن من جوه تقريبا او فانيليا او. طب ايه ده، قلبه، ممكن يكون الاوديو عايز يتقلب. والله مش حاسه. استني حاسه. استني نشوف. هو شكل الاوريو على الوش وبس خلاص. ده صدق، استني كده. لا 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 لا، بيقلب. يبقى هو مش متقلب. لا، نعيد التقييم بقى يا جماعه. بعد التقليب قلب ودوق. بس حلو شكل الكوبايه، عاملينها الوانات بقى وكده. جميله بصراحه. لا، مليان اوريو. هو في الاول بس انا ظلمته، مليان اوريو بالسينما، محتاج يتقلب بس. yeah. تديله كام من 10؟ 9. هنا بقى ايه، نجرب اخر حاجه اللي هي السينابون بقى، الكراميل الكبيره دي. ده 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 الوحش. انا اقدر ارفع اوري لكم اللي حاصل هنا، بس يعني ايه، ده انا مش عارف اتغدى بسبب دي. واو، بصوا بقى، خلينا ادوق بقى اللي بالكراميل دي. يا ساتر. واو، دي تحفه فنيه ده. بس يا جماعه انا بصراحه لما رحت سينابون مصر، عشان احنا رحنا سينابون مصر برضو، لما رحنا سينما مصر الاوبشنز هناك اكتر من هنا. يعني هنا هي الكلاسيك واللي هي البيكن بوندي اللي هي بالبيكن. هناك في مصر كان في بقى كراميل وفانيليا وشوكولاته، صح؟ كان في كذا حاجه اظن. كان في كمان باللوتس. ها؟ في مصر؟ اولا البيكن مخرفش ومتحمص كويس وطازه فريش. فده حلو. العجينه اظنها برضو طازه، مش بايته ولا كده. بعدين اول ناس نروح لهم ما كانش عندهم اي حد خالص قبل كده. فاضي اول ما احنا الساعه كمان الساعه 11 الصبح. غير بصراحه الاكل الاردني اللي خدناه المره اللي فاتت، ولا السوري، ما كان محروق. والمره دي لا بصراحه، لا بصراحه سينابون شايفين شغلهم. فالعجينه برضو فريش وغرقانه في الصوص بتاع الكراميل بالبيكن، جامده جدا. سكريات بقى على الصبح كده تكتبك على طول كده. دي تاخد، انا اديها اديها 10 برضو والله. يعني دي تاخد 10. بص المنظر، بص المنظر.
جربناها برضو في مصر طلع طعمه بصراحه تحفه برضو زي هنا بالظبط. فالكواليتي بصراحه جميله. انا ما جربتش الميلك تشيك ده، خليني اجربه. انا مش قادر يعني، بصوا من تاني قطمه. واو ده طعمه حلو، ده حلو قوي الميلك تشيك ده، مسكر جامد بصراحه زي بتاع ستاربكس. بتاع ستاربكس سكر اوفر يعني على الفاضي، ده لا فيه اوريو ومسكر بس مش مسكر بغباء يعني. اوكي ده كان الحاجات اللي احنا جربناها من سينابون، وقولوا لنا في الكومنتات اذا عجبكم او في حاجات تانية عايزين نجربها. فبس وده كان الفيديو النهارده، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.